آية برضو عجيبة جدا ربنا بيتكلم بقى عن يوم القيامة. بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم أرهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خطيرة طبعا. يوم يكشف عن ساق من الآيات المتشابهات التي تمر كما جاءت بالقول الفصل. اما الناس اللي اولوا الكلام قال لما يكشف عن ساق يعني يوم الشده، يوم الشده ويوم القيامه يوم شديد، زي ما اقول لك قامت الحرب على ساق، قامت السوق على قدم وساق، يعني مش موضوعنا. المهم اللفته اللي في الايه دي انه يوم القيامه حين يتجلى الله تبارك وتعالى للخلائق الكل يخر ساجدا لله. ففي ناس تحاول تسجد ما تعرفش ازاي ده هو يبقى جلسه شبه خلاص المفسرات بتاعته ما تشتغلش، ما يجيش شجب ما يعرفش. وطبعا انت عارف ان في الدنيا ساعات الانسان يعني ما يقدرش يسكت نتيجة مرض او حاجة عمود فقري او ها ما يقدرش يسكت. فدي امثلة بيجيها ربنا لنا في الدنيا عشان نعرف نفهم الآية بقى ايه اللي بيسجد وايه اللي ما يسجدش. من سجد لله في الدنيا سجد يوم القيامة بسهولة، متعود على السجود متعود على السجود، واللي ما سجدش لله في الدنيا مش هيقدر يوم القيامة يسجد، مش هيقدر. يلاقي نفسه واقف الناس كلها سجدة حواليه وهو كده في وسطهم والعياذ بالله. معناها ايه؟ معناها المحافظة على الصلاة وكثرة السجود في الدنيا، خصوصا انه احد الصحابة لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم او النبي يقول له سمي حاجة خدم 10 سنين انس بن مالك، بنرجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه انس بن مالك، بنقول اسمه بقى برضه عشان ما حدش يقول انت ما قلتش. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله الى الرفيق الاعلى بيقول له سمي حاجه يا انس، قال له اسالك الشفاعه، قال له سمي حاجه من حاجات الدنيا يا انس، قال والله لا اسالك غيرها. قال يا انس اعني على نفسك بكثره السجود. وانتوا عارفين طبعا الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالم. ما انت كويس اهو، ما انت صحتك حلوه، ما انت تقدر توطي وترجع وتسجد وانت سالم، مفيش حاجه تضايقك، ثم تسجد تحسن بعدين ولا عز الله. فدي برضو لفتة يعني.